ارحمني يا عم، انا رايح الشغل. النطرة بتمطر والجاكيت باظ. الجاكيت ده منحوس والله. ارحم نفسك شوية. صباحكم ورد وعسل، يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحة وفي احسن حال. النهارده يوم جديد ويوم سعيد علينا وعلى حضراتكم في جو اوكرانيا الضباب المجنون الجميل. النهارده اخدكم في رحلة وافسحكم، مش هتكلم كتير، هخليكم تستمتعوا بالاجواء. يا رب تطلع رحلة جميلة تليق بمقامكم، تبسطوا وغيروا جو لا اكتر ولا اقل. خليك معايا هتكسب. موضوع حلقة النهاردة يا جماعة عن العادات والتقاليد أو أشياء لا تفعلها في أوكرانيا وأشياء لا تفعلها في الوطن العربي. عملت فيديو قبل كده أشياء لا تفعلها في الوطن العربي، لقيت ناس بتعلق تعليقات غريبة، في ناس كانت بتعلق تعليقات مضحكة وفي ناس كانت بتعلق تعليقات غريبة بتدل على تخلف البني آدم، وفي ناس كانت بتعلق بانبهاره بالعادات والتقاليد ان دي عادات وتقاليد غريبة جدا. فقعدت افكر، قلت طب لو احنا جبنا واحد اوكراني قعدناه في دولنا العربية هيشوف ايه؟ وبدأت اعمل فلوج عن العادات والتقاليد عندنا في الوطن العربي وحاجات ما تعملهاش، وما تستغربش يا اخونا يا اوكراني. وبدأت اتكلم، في ناس شافت الفيديو اللي هو العادات والتقاليد اللي هو هنا في اوكرانيا وبدأت تعلق على الفيديو، وفي ناس شافت العادات والتقاليد عندنا وبدأوا يضحكوا، وفي ناس شافوا الفيديوهين وبدأوا فعلا يقولوا فعلا احنا عندنا الناس العقلانيين، الناس اللي بتفكر قالوا فعلا احنا عندنا حاجات وعادات وتقاليد غريبة فيها بعض عفوا التخلف، زي ما هم هنا عندهم اشياء من بعضها متخلف جدا برضو احنا عندنا نفس الاشياء. فبدأت أجمع أشياء كتيرة قوي من الوطن العربي، ما بجبتش من مصر بس، لا جبت من دول كتيرة جدا بدون ذكر أسماء عشان الناس ما تزعلش، ولكن ده واقع لازم كلنا نعترف به. وبدأت أحكي عن العادات والتقاليد وبدأت أسمع أراء الناس الغريب. أولا يا جماعة قبل ما أبدأ موضوعي أحبك تعرف حاجة عن الناس اللي موجودة هنا في أوكرانيا، المغتربين. خلي بالك من الكلمة دي. أولا يا حبيبي أنا بنقلك عادات وثقافات الشعوب الأخرى وانت قاعد في البيت، وممكن ما تكونش هتيجي أوكرانيا، ولكن ربما في يوم من الأيام ان انت تيجي تعيش في البلاد دي، فأنا عاوزك تكون سفير لدينك، عاوزك تكون سفير لعقيدتك، عاوزك تكون سفير لعروبتك، لان انت عربي. تنقل الناس الصورة السيئة اللي بقت الناس واخدها عننا، تنقل لهم الصورة السليمة، الصورة الصح. احنا يا جماعة والله العظيم الاخلاق والادب والتربية هتلاقيها في الوطن العربي، معلش مع احترام لأي دولة في الدول العالم، ولكن العرب ليهم مسمى راقي، ليهم اخلاق راقية كلها منبعثة ومنبثقة من الدين. خليني بس اخش في الموضوع، انا حبيت بس اقول لكم المقدمة دي. فتيجي تلاقي هنا في اوكرانيا المغتربين تلات انواع. واحد عايش على الهامش، همه بس ان هو يشوف شغله ويروح بيته وبتاعه، والحاجات دي الامور دي ما بتهموش خالص. واحد فاهم ان هو ابو العريف وعارف كل حاجة وهو حمار ما بيفهمش حاجة. واحد بيحاول يفهم زي حضراتكم. فدول تلات انواع موجودين هنا، حتى لو كان معاهم الجنسية الأوكرانية أو الجنسية الأمريكية أو الجنسية مش عارف إيه، أي جنسية في العالم بخلاف الجنسيات العربية. تيجي تلاقيه يفتي ويقول لك إيه العادات والتقاليد دي مش موجودة. يا حبيبي أنا قلتها لك بالعربي، أنت ممكن وأنت راجل أوكراني أو أنت روسي أو أنت إنجليزي إني أخاطب جميع البشرية، هو أنتوا ليه خايفين من مستشفى العباسية؟ فإحنا في مستشفى كبيرة واسمها الكرة الأرضية. أنت حضرتك مش مقتنع فترجم، أنت خلاص عرفتها مني بالعربي، خش على جوجل
واكتب باللغة اللي انت موجود في بلدك، هنا في أوكرانيا روسي أو أوكراني، وشوف العادات والتقاليد دي موجودة ولا لا. العادات والتقاليد يا جماعة دول أوكران، يعني مثلا حضرتك نسيت حاجة في بيتك فما ينفعش ان انت ترجع تاخدها، هم عندهم عادات وتقاليد كده. هل انت كعربي لو نسيت محفظتك او جواز سفرك ما ترجعش تاخدهم؟ نسيت شنطتك ما ترجعش تاخدهم؟ يا عم انت مالك وانت أوكراني؟ مثلا لو فتحت الباب ولقيت جارك في وشك لازم تقفل الباب تاني، هو انت أوكراني؟ يا عم افتح الباب واتكل على الله. لو قابلت قط اسود ولا اخضر ولا احمر، انت يا عم أوكراني؟ معادي، ما دي عادات وتقاليد موجودة هنا. لو حضرتك ماشي في التقاطعات اللي هو حرف الاكس ده عادي ومشيت، دي حاجة حرية شخصية. لو حضرتك سمعت كاسيت بعد الساعة 9 بالليل، او حضرتك اتصلت بواحد زميلك مثلا في الشغل بعد الساعة 7 بالليل، كل الكلام ده انت ممكن تعمله، بس الناس هتقول عليك ايه؟ هتقول عليك متخلف. طب نيجي احنا للعادات والتقاليد الموجودة عندنا في دولنا العربية المضحكة، اللي هي لا لها علاقة بالدين ولا لها علاقة بالأدب ولا لها علاقة بالأخلاق، هي عادات وتقاليد متخلفة. يعني مثلا في السبوع بتاع الطفل لازم نجيب هون ونحط مش عارف شوية ملح وكزبرة ومعرفش ايه وبتاع، زي ما يكون هنعمل شوية بتنجان مخلل، ونقعد نرزع ونهبد على جيراننا ونهبد على الناس، والناس بتتقبل كده. بس انت الطفل اللي هو لسه مولود ده ما كملش 7 ايام او عنده اسبوع، تخرم له طبلة ودانه عشان انت عندك عادات وتقاليد متخلفة. ايه السبع فولات؟ معناهم ايه السبع فولات يا جماعة؟ حد يقول لي. ما دي عادات وتقاليد متخلفة. عادات وتقاليد لا من الدين ولا من الاخلاق ولا من الرباية ولا من الانسانية. ان يكون انت عندك فرح او غيرك عنده فرح وانت عندك لا قدر الله ميت. فبتحصل يا جماعه في دول عربيه كتير، ما بخصش بلد معينه. انا لما جبت العادات والتقاليد الغريبه اللي موجوده عندنا في وطننا العربي واحنا عايشين ومتعايشين معاهم، انا بنقل لك صوره، بنقل لك يا جماعه انت لما تنبهر او تتفاجئ او تتصدم من عادات وتقاليد ما انت عندك اسوأ منها، ولا ليها علاقه بالدين ولا بالاخلاق ولا بالتربيه ولا باي حاجه. يعني ايه ميت وفرح في نفس الشارع؟ فرق بينهم بيت او بيتين؟ هو ده من الاخلاق؟ هو ده من الدين؟ ما دي حاجات بتحصل عندنا. طيب ماشي، حضرتك جارك تعبان وانت مشغل الكاسيت عالي، ولو جه جارك يكلمك يقول لك عندي مريض، ممكن تتخانق معاه وتمسكه لو انت قوي شويه وفارد قروعك على الناس وبتقول يا ارض تهدي ما عليك ادي، ممكن تمسك جارك ده تدشمله، تديله علقة موت، تموته عشان بيقول لك انا عندي مريض. مش ده بيحصل يا جماعة؟ يعني ايه انا برضو في دول عربية يعني ايه ابوس واحد من مناخيره؟ طب افرض اللي انا هبوسه من مناخيره ده مبربر او عنده زكام او عنده فيروس او عنده نيل عليه وعلى دماغه، ابوسه ليه؟ ليه؟ ما دي عادات وتقاليد متخلفة عندنا. احنا ليه ما بنبصش لنفسنا الاول وبعدين بنبص للناس؟ الناس عندهم عادات وتقاليد ان انت الست الحامل لو هي بتطبخ لجوزها ولا حاجه ولسعت نفسها في ايديها ولا بتاع، عندهم اعتقاد ان الطفل هو اللي اتلسع. يعني دي عادات وتقاليد متخلفه. يعني ايه العيل في بطن امه فامه لما تتلسع هي الواد كمان يتلسع؟ يعني برضو دي عادات وتقاليد متخلفه. عندنا نفس القصه، الواد لو ما جبنالوش البتنجانية امه بتتوحم على بتنجانية فوشيا ولا بتنجانية معرفش بتنجانية غريبة وخلاص، او بتتوحم على لبن العصفور، لو ما جبناش الحاجات دي ممكن الواد يطلع له وحمة في بوبيته، الواد ممكن ياخد البتنجانية في اللوكشة. يعني برضو ما ده تخلف؟ يعني ايه احنا عندنا مثلا عندنا على فكرة العادات والتقاليد المتخلفة الموجودة في دولنا العربية كتيرة جدا ومحدش بيفكر فيها، ومع ذلك احنا متعايشين ومحدش بيعلق على حد. انا لما بقولك في عادات وتقاليد هنا بنقلك الصورة. يعني انا مثلا من سنة اتفرجت على قبيلة في جبال التبت في الصين، ماشي، القبيلة دي اخين بيتجوزوا زوجة واحدة. تخيل مراتك اخوك بعد ما بتمشي
بيستعملها كزوجة. تصورها دي، هل انت كعربي لو رحت عشت في الجبال دي مع في وسط الناس دي انت واخوك هتتجوزوا زوجة واحدة وتعملوا زيهم؟ ده سؤال بسأله لك. فليه الناس ما بتفكرش في الامور ويبقوا سطحيين جدا في التفكير؟ انا يا جماعة والله بنقل لك العادات والتقاليد، وفعلا في عادات وتقاليد انصحك، وهسيب لك اللينك بتاع الفيديو بتاع العادات والتقاليد او الاشياء التي لا تفعلها هنا في اوكرانيا والاشياء التي لا تفعلها في الدول العربية. هتلاقي بلاوي يا ساتر كتر من الفضايح زي ما بيقولوا، حاجات كتيرة جدا، والحجاب وسيد التشتوشي ونترمي قدام المقام زي ما يكون هو ربنا ماشي. كل الحاجات دي ما هي لا من الدين ولا من الاخلاق ولا من التربية. يعني ايه بني ادم مات زي زيه حتى لو كان من ارقى الناس، وازاي ان انا مجده زي ربنا؟ ازاي ان انا افضله عن الله عز وجل؟ ما دي عادات وتقاليد متخلفة. انا رايح للسيد التشتوشي عشان يفكلي العمل بتاع ابني او يخليه يتجوز او يطلق او يتنايل على عينه. دي حاجات غريبة ماشي. عندنا احنا في مصر مثلا الناس يمكن انا اتكلمت عليها، سمي المولود سعد الله. ايه سعد الله ده اللي انا في القرن الواحد وعشرين هسمي ابني سعد الله؟ انا مش عاوز ايه ده. فده برضو نوع من انواع التخلف. ما احنا نبص لنفسنا يا جماعة ونحاول ننتقد روحنا لو انت بتنتقد، ولكن انت لما تتفرج على عادات وتقاليد الشعوب لازم تضحك، لازم تنبهر، لازم تاخد معلومة، لازم تعرف البني ادم اللي كلمك ده كلمك بكلام مظبوط 100%. انا عمري ما هقلل من شأني واطلع على حضراتكم بطلعتي البهية واقعد اقول لكم خلي بالكم في عادات وتقاليد كذا وهي مش موجودة، فيطلع لي واحد اللي هو ابو العريف اللي هو انا بسميه او الحمار اللي ما بيفهمش، فيقول لي ايه العادات والتقاليد دي انت ما بتعرفش حاجة والكلام ده مش موجود. مش موجود عشان انت ما انتش فاهم حاجة وعايش هنا ولا ليك اي لازمة وبتحاول ان انت تفرض رأيك على الاخرين. انت حضرتك وزي ما قلت لكم في اول الفيديو، انت بتعرف اوكراني، بتعرف روسي، العادات والتقاليد اللي انا قلتها في الفيديوهات اللي فاتت دي حضرتك ممكن تترجمها باللغة الاوكرانية او الروسية وتبحث عنها في جوجل لو لقيتها مش موجودة بحق، لان انا الكلام ده جبته من ابحاث وسألت ناس هنا اوكران الكلام ده يا جماعة. وفي حاجات انا بشوفها بعناية بواقع خبرتي، وحاجات اتعلمتها واكتسبتها من واقع حياتي وواقع شغلي واحتكاكي بالناس، فانا عمري ما هقول لك كلام اي كلام. انت حضرتك غايب عنك العادات والتقاليد بتاعتك اللي هي الرجعية دي بتاعتك، لكن حضرتك عاوز تيجي هنا وتمشي على مزاجك وفي النهاية تسيء لسمعتك انت كعربي او انت كمسلم او انت كمسيحي او انت كانت ملتك ايه، وانت فاهم ان انت مش هتضر الناس الموجودة المحترمة الناجحين هنا، انت لا بالعكس انت بتضرنا. فانا من واجبي ان انا افهمك الصح والغلط. تاخد بالكلام تاخد، ما تاخدش، انت حر حياتك وانت حر فيها. ما تنسوش تتفرجوا على الفيديوهين دول. الفيديوهين دول يا جماعة مهمين جدا، فيهم حاجات مضحكة جدا وحاجات بتخليك تنبهر، في حاجات بتعرفك الحياة ماشية ازاي وجاية منين عشان انت تكتسب خبرة للزمن. ده بدر يا جماعة فيديو انا حطيته كده عن شراء الخضروات والاسعار في استراليا. حتى والله ما استأذنت بدر، انا فوجئت ان الفيديو انا حطيته بالغلط هنا، وبدر اصلا كان بعتهولي هدية يعني. فده حاجة كده برضو ايه كوكتيل. انا لما بحاول اجيب لك اشياء عن الدول دي بحاول ان انا اعرفك الثقافات، بحاول ان انا اقول لك يا عمي انا عاوزك تهاجر وعاوزك تسافر، بس لو كان السفر يا حبيب قلبي صعب بالنسبة لك انصحك والله انا اخوك الكبير او اعتبرني اخوك الصغير او اعتبرني واحد غريب عنك. السفر بقى صعب جدا يا جماعة، وكان بقى فيه نصب واحتيال كتير. لو قدرت وجات لك فرصة سفر وتخرج من بلدك وتغير الارض، الانبياء يا اخي غيروا ارضهم، هاجروا من دول لدول اخرى عشان كانت حياتهم صعبة في مكانهم، انت كمان اعمل زيهم. ولكن لو الموضوع صعب معاك
حاول تعمل مشروع بالمبلغ والله وحق كتاب الله. انا عملت بيزنس بحوالي بس الكلام ده في 2007 او 2006 ب6000 جنيه، وكان معايا شريكي ب6000 جنيه. والله بدأنا نشتري كرتونة في كرتونة لحد ما وصلنا كونتينر وكونتينر ونص ب12000 جنيه. فانت اعمل بيزنس وربنا هيكرمك وربنا هيوسع عليك. استمتع، صباحكم ورد وعسل، وبحبكم. يا رب فلوجنا يكون ايه عجبكم. السلام عليكم. وده هيكون نهاية فلوجنا، يا رب تكونوا اتبسطتوا. صباحكم ورد وعسل. السلام عليكم.